العين حق لا شك في ذلك، وتأثيرها عظيم، لكن لا ينبغي للإنسان أن يبالغ في العين فيربط كل شيء بالعين، فإذا عطس قال أصابتني عين، وإذا تعطلت سيارته قال أصابتني عين، وإذا نزل به أي شيء قال أصابتني عين. فالمسلم في هذا بين الإفراط والتفريط، لا يكون مفرطا ولا يكون مفرطا. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن العين نوعان، عين حاسدة وهذه عين خبيثة تؤثر من خبث بإذن الله، وعين معجبة وهذه قد تكون محبة، بل قد يعجب الإنسان نفسه فيصيب نفسه بالعين هو بنفسه. فينبغي التنبه لهذا، لأن بعض الناس إذا قلت له برك على أخيك قالوا هل تراني حاسدا؟ لا، ما يلزم، قد تكون محبا معجبا فتصيبه بالعين، أو تصيب نفسك، أو تصيب ولدك بالعين. كيف يتقي الإنسان العين؟ كيف يتقي الإنسان أن يصيب غيره بالعين؟ والجواب أنه كلما رأى شيئا يعجبه برك عليه. وكيف يقي الإنسان نفسه عيون الآخرين؟ بأن يرتبط بالله، أن يذكر الله، وأكثر من قراءة القرآن ومن أذكار الصباح والمساء، ولا سيما قراءة آية الكرسي في الصباح والمساء، وفي هذا حفظ بإذن الله. أما ما يفعله بعض الناس من أنه يخفي الجميل خوفا من عيون الناس، فلا يلبس الثوب الطيب خوفا من عيون الناس، ولا يظهر أثر نعمة الله عليه خوفا من عيون الناس، فهذا غير صحيح.